الله هو الله، الله هو الله. زرت ثانوية من الثانويات وكنت أتكلم معهم عن قضية الصلاة. خلصت من المحاضرة، المدير يناديني بعد المحاضرة قال تعال بقول لك قصة صارت عندي في الثانوية. قلت له آمرني تفضل. يكلمني المدير يقول لي عندي طالب في ثانية ثانوي، جاني الحصة الثانية، قال عن إذنك أستاذ أمي عندها موعد في المستشفى وأبوي مسافر خارج الديرة وما في إلا أنا اللي يوصل أمي للمستشفى. يقول ناظرت في هذا الشاب وقلت له أمك وبر والديك أهم من الدراسة وأهم من التعليم، الله يرزقك بر والديك. يقول أعطيته ورقة دخل الفصلة أخذ كتبه وخرج. يقول مدرستنا على شارع عام على طريق سريع. يقول أخرج سيارته من مواقف المدرسة على الشارع العام، تجي سيارة ثانية تصدم هذا الشاب، يخرج مضجج في دماء حالته حرجة، يقول كتبه منثرة بجواره عن يمينه وعن شماله، جو المسعفين وإذا هذا طالب في الثانوية التي بجوار هذا الحادث. يقول جاني بعض المسعفين على المدرسة، دخلوا علي الإدارة قالوا أحد طلابك صار عليه حادث. يقول المدير أبو علي أخذت بعض مدرسين الانتظار وخرجت علشان أشوف هذا الطالب من هو. يقول جيت أناظر هذا الطالب إلا والله عرفت الطالب، قبل دقائق كان عندي في الإدارة، قبل دقائق كان يقول أمي وموعد مستشفى وأبوي مسافر خارج الديرة، يا الله الآن هذا حالة. يقول مدير أناظر دماء كسور من كل مكان جراح. يقول أناظر في هذا الشاب وإذا هذا الشاب يعالج سكرات الموت، والله العظيم قسماته تدل على أنه خلاص سيفارق الدنيا. يقول المدير نزلت حطيت يدي على صدره بديت أنادي باسمه أقول له فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فلان قل لا إله إلا الله، انطق بهذه الكلمات والجزاء الجنة، تكفى يا الغالي قل لا إله إلا الله. يقول المدير قاعد أقول له هذه الكلمات، يقول شوي إلا هذا الشاب يفتح عيونه ويناظرني ويناظر المسعفين، والله إني تمنيت إن لسانه انقطع في الحادث وما تكلم. يقول المدير والله إني تمنيت إنه مات قبل ما أخرج من الإدارة. يقول المدير أناظر في هذا الشاب اللي عمره 17 سنة في ثانية ثانوي يناظر يمين وشمال سكرات الموت في كل جزء من أجزاء جسده يناظر فيه ويقول والله والله لي 6 شهور ما سجدت لله سجدة، والله لي 6 شهور ما سجدت لله سجدة، وفارق الدنيا على هذه الكلمات وعلى هذه التمتمات. هذه كلمات المدير، وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 6 شهور ما سجد لله سجدة، إيش قدم على صلاته؟ إيش قدم على عبادته وطاعته؟ أدري يا أخي الغالي أختي المباركة أن صلاة الفجر اليوم فيها مشقة علينا، 5 إلا ربع تقوم تصلي وتروح لمدرستك ولا دوامك الساعة 6:30، في وقت. والله ما جعل الله صلاة الفجر في هذا الوقت عشان يعذبنا ولا علشان يشقينا ولا علشان يتعبنا، والله ما جعل الله صلاة العصر في هذا الوقت عشان ننهزم للمخدة والفراش وننام على صلاة العصر ولا نقوم إلا مع المغرب، لا والله أخي الغالي أختي المباركة، والله ما جعل الله صلاة الفجر في هذا الوقت إلا ليختبر الله حبه في قلوبنا، إلا ليختبر الله اتباعي واتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحب الله والله إنه يقوم ويضحي، ويا الله والله إنك أعظم في حياتي من مخدة وفراش تهزمني كل يوم عن صفوف المصلين في صلاة الفجر، والله يا الله إنك أعظم في حياتي من مباراة أو مسلسلات أو قنوات، والله يا الله ما أتأخر عن ركب المصلين هذه الأقسام الثلاثة.